سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كيف نستعد للكوارث القادمة وهي كثيرة حقا؟ يعني نحن الآن أيها الأحبة، أنا على يقين أننا نعيش بدايات علامات الساعة الكبرى، فعلامات الساعة الصغرى معظمها ظهرت، نراها اليوم بأعيننا. انظروا إلى خريطة العالم اليوم، انظروا إلى المجاعات، انظروا إلى الغلاء، انظروا إلى الظلم، انظروا إلى الفتن، انظروا كيف أن الإنسان يحتار. الاكتئاب يضرب العالم أيها الأحبة، الانتحار يضرب العالم، الناس أصبحت لا تعرف ماذا تفعل. هذه حقيقة واقعة، لأن ضغط المعلومات وضغط يعني التكنولوجيا المعلومات اليوم شكلت ضغطا كبيرا على أحدنا. تجد المخاوف كثيرة جدا، الهموم، القلق، الخوف من المستقبل، الخوف مما سيأتي. يعني تجد أحدنا لديه كل شيء، على الرغم من ذلك خائف وقلق، والكثير يريد أن يذهب من مكان لآخر أو يسافر خارج بلده بحثا عن الأمان، ولن يجد الأمان طبعا، لأننا نعيش علامات الساعة أيها الأحبة. هناك إجراءات بسيطة جدا من القرآن، الله عز وجل أعطانا معلومات وإجراءات يمكن إذا اتبعناها أن نعيش حياة هادئة مطمئنة، ليس فيها قلق ولا خوف ولا حزن ولا مشاكل ولا هموم. باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أطلق تحذيرات قبل 1400 سنة، قال لنا إذا رأيتم هذه الأمور تحدث فاعلموا أن الساعة قريبة. فيجب أن تستعدوا للقاء الله، وهذا حال المؤمن أيها الأحبة. الإنسان الذي مرض بمرض قاتل مثل السرطان، وكل الأطباء أجمعوا أن هذا الإنسان سيموت بعد أشهر معدودة، ما هي الإجراءات التي ينبغي على هذا الإنسان أن يتبعها؟ رزقه وحياته ونصيبه من الدنيا شارفت كل هذه على الانتهاء. الإنسان العاقل يستعد لما بعد الموت وليس لما قبل الموت. أنا أود أن أبدأ حديثي هذا بحديث للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بالفعل نجده أمرا واقعا اليوم لدى كثير ممن هو محتار. يعني نحن اليوم ممن تأخذ الفتوى لا تعلم، الحلال والحرام أصبح أحدنا لا يعلم ما هو الحلال والحرام، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. فأنت، نحن الآن معظمنا يعيش في المنطقة الوسط، هل الربا حلال أم حرام؟ هل الأغاني حلال أم حرام؟ هل حياتنا، هل رزقنا الآن حلال؟ لا نعلم. فيتمنى أحدنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا. يعني انظروا إلى هذا الإحساس، والله وجود النبي، أن ترى النبي وتسأله هذه الأسئلة ليريح بالك ويطمئنك، أحب إلى من يفهم طبعا، إلى من يفهم معنى رؤية النبي، أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. رؤية النبي اليوم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الأمر لأنه يشعر بنا، يشعر بالمؤمنين. يكفي أن الله وصفه قال في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلمة رحيم أيها الأحبة لم تعطى كصفة إلا لهذا النبي الكريم بعد الله عز وجل.
كلمة رحيم في القرآن ذكرت كصفة لله 114 مرة بعدد سور القرآن، ليقول لك لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. كرر اسم الرحيم عز وجل في القرآن بعدد سور القرآن 114 مرة. وهناك آية واحدة في أواخر سورة التوبة، آية واحدة خص الله حبيبه عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة عندما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني النبي منا، يشعر بنا، يحس بنا، يريد لنا الخير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. يعني هذا النبي يهتم لشؤوننا، ولا تظنوا أن النبي ميت عليه الصلاة والسلام، هو حي يرزق عند ربه. لماذا؟ لأن الذي قتل في سبيل الله وهو في درجة أقل بكثير من درجة النبوة أو من درجة أي نبي، فكيف بأعظم البشر عليه الصلاة والسلام؟ الذي قتل في سبيل الله أيها الأحبة هو حي يرزق عند ربه. قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المؤمن الذي مات في سبيل الله ولو مات على فراشه، على فكرة يعني ما دام مات وهو يدعو إلى الله وهمه الله عز وجل فهو حي يرزق عند الله وفرح بما آتاه الله، ويستبشر بالذين سيأتوا من بعده، سيأتون من بعده. إذن النبي حي صلى الله عليه وسلم، ويرد علينا عندما نقول صلى الله عليه وسلم النبي يسمعنا. الآلية كيف نحن لا نعلم، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن نعتقد أن هذا النبي كأنه حي بيننا بكلامه وبأحاديثه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلمة رحيم هنا لم يوصف بها أحد من الخلق، لا ملك ولا نبي ولا أي مخلوق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يوصف بها أحد إلا النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا؟ ليقول لك إن رحمة هذا النبي شملت الكون كله. لذلك لم يقل الله عز وجل في القرآن، لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين أو لأتباعك أو لقريش أو للعرب، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك نحن اليوم بالفعل نتمنى أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني، أن يرى النبي فيه مجرد رؤية، تصوروا، أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يعني رؤية النبي أحب إلى أحدنا من الأهل ومن المال وطبعا من الناس جميعا. لماذا؟ الحديث يصور لنا زمن سيصبح الإنسان محتارا فيه، يصبح لا يعلم يعني يعيش لماذا، يعيش لماذا، نحن نعيش معظمنا لا يعلم، الكل يلهث وراء الدنيا وراء المادة وراء الدراسة والعمل والبناء، وهو ينسى أن كل هذا سيدمر وينتهي في لحظة. كل من عليها فان، كل هذه الدنيا أيها الأحبة ستأتي لحظة تدمر فيها كل ما ترونه الآن، بل إن الأرض ستدمر والكواكب ستدمر، الكون كله سيطوى بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
لذلك أيها الأحبة، هناك كوارث نعم، ولكن أنا كمؤمن ماذا أفعل؟ أولا النبي حدثني عن هذه السنوات العجاف وما سيمر فيها من كوارث وزلازل ويكثر الهرج أي القتل، ويؤكد لنا النبي أن القتل سيكثر. وبالفعل تابعوا نشرات الأخبار وانظروا إلى الحروب، وانظروا كيف أن الدول بأكملها تنهار وتدمر. هذا لم يحدث في التاريخ، لم يحدث في التاريخ على الإطلاق أيها الأحبة. الأسلحة الفتاكة التي اخترعها الإنسان اليوم تدمر الحجر والبشر والنبات والحيوانات، هذا لم يحدث من قبل، وأنا أعتبره من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. طيب نحن نرى، أعطوني أسماء العلماء الربانيين اليوم، كم عالم في العالم؟ العالم الإسلامي فيه اليوم 2 مليار مسلم. لو قمنا بإحصائية بسيطة وحسبنا عدد العلماء المخلصين الربانيين سوف تجد عدد قليل جدا، غير متناسب مع ملياري إنسان. يعني في الغرب، في أمريكا فيها 300 مليون شخص تقريبا أو أكثر بقليل، يمكن أن إذا بحثنا أن نجد لديهم أكثر من مليون عالم وباحث ومفكر. في العالم الإسلامي النسبة قليلة جدا. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن العلم يقبض، يعني العالم الذي يموت لا يخلفه عالم آخر، إنما يبقى مكانه فارغا، يخلفه جاهل. وخير دليل اليوم ما ترونه على الإنترنت، هجوم على الإسلام، استهزاء بالقرآن وآيات القرآن، أناس يشككون بالقرآن من المسلمين ومن غير المسلمين، تفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، كل واحد يتكلم برأيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه السنوات التي ستأتي على الناس يصدق فيها الكاذب. تجد إنسان يكذب ولكن الناس تصدقه سبحانه، وهم يعلمون أنه يكذب وهم يصدقونه، ويكذب فيها الصادق. إنسان صادق بالفعل الناس تكذبه. لماذا؟ لأن الناس، معظم الناس طبعا لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل أكثرهم لا يؤمنون. هؤلاء يتبعون العاطفة، يتبعون الهوى، وبالتالي عندما يأتي إنسان صادق ويحدثهم بالحق، يعني مثل هذا اللقاء الذي نتحدث به عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر تجد عدد المشاهدات قليل جدا، تأتي لمقطع ساخر أو مقطع يضحكون على الناس تجد ملايين من يشاهد ويقتنع. هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس لم تعد تحب أن تصدق الصادق، تريد أن تصدق الكاذب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هذه السنوات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. تعطي ثقتك للخائن، إنسان خائن والناس تعطيه ثقتهم سبحان الله، ويخون فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الرويبضة؟ الرويبضة تنطق. الصحابة استغربوا، مصطلح جديد، دليل على أن هذا الأمر غير موجود في زمانه. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان علية القوم الفقهاء والعلماء وحتى الشعراء الذين لهم شأن، أصحاب النسب، أصحاب يعني هؤلاء الذين يتحدثون. قال سيأتي هذا الزمن وهذه السنوات وينطق فيهم الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ ماذا قال لهم؟ قال الرجل التافه، تافه أفكاره تافهة، كلامه تافه، يتكلم في أمر العامة
انظروا اليوم إلى الترندات، ما يسمى بالترند، تجد أخبار تافهة جدا لا تهم، يعني لا تفيدك بمعلومة، لا تعطيك معلومة، لا تريحك كإنسان متعب، لا تعطيك أي شيء، عبارة عن معلومات تافهة. تتبع الناس هذه الترندات التي معظمها، طبعا لا نقول كلها، معظمها تافه. قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. طيب، من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر؟ ولماذا أنبأنا به؟ ليقول لنا: احذروا، إذا جاء هذا العصر عليكم أن يعني تقوموا بالاستعداد للآخرة، الآخرة قريبة، الساعة قريبة. طيب، باختصار أيها الأحبة، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن أقوم بها أنا كمؤمن؟ أنا أتحدث عن نفسي شخصيا. أول شيء التوكل على الله. تقنية التوكل على الله أيها الأحبة عجيبة جدا، معظمنا بعيد عنها اليوم. لماذا؟ لأننا ركضنا ولهثنا وراء الدنيا، وراء المتاع، والدنيا متاع قليل. والله يقول لنا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان. لا تنغر بالدنيا، فكلما لهثت وراء الدنيا ابتعدت عن الله، وكلما اقتربت من الآخرة اقتربت من الله سبحانه وتعالى. لذلك عبادة التوكل على الله أكثر ما يريح الإنسان، أن يسلم أمره وشأنه لله. طيب، غدا ستحدث مجاعة مثلا، ستحدث زيادة في الأسعار، ستحدث حروب، سيحدث دمار، ربما أخسر بيتي، أخسر ابني، أخسر عزيز أو قريب لي، ماذا؟ أتوكل على الله وأسلم أمري وأمر أهلي ومن حولي إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب أنت افعل ما تريد، وكل شيء يأتي من عند الله هو خير، أنا يطمئن قلبي به. لذلك الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن التوكل على الله يدخلك في محبة الله عز وجل، لأن الله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طيب يا أخي، الله عز وجل يخبرك ببساطة، يقول لك إنه يحب المتوكلين. أنت ألا تبحث عن محبة الله لك؟ كيف تدخل في رحاب محبة الله؟ أن تكون من المتوكلين. وآية أخرى: والله يحب الصابرين. إن الله يحب المتوكلين، متوكل وصابر، والله يحب المحسنين. هذه المفاهيم لما ابتعدنا عنها أصبحنا في هذه الدنيا في أسوأ حال للأسف. إذن التوكل على الله رقم واحد. ما هو التوكل على الله؟ أن تسلم أمرك وهمومك، تضعها بين يدي الله، لا تفكر. ربما غدا تقوم القيامة، أنا بالنسبة لي ما دمت سألقى إلها كريما رحيما، بالنسبة لي هذا أمر لا يعنيني أبدا، أنا أعيش وأعمل من الصالحات وأكثر من العمل الصالح، لأن الوقت قصير أيها الأحبة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما ينامون أو يغفلون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنات وعيون ونعيم يوم القيامة. لا تغفل عينه، لأن ليس لديه وقت، فإذا فرغت فانصب، اعمل أكثر يعني، وإلى ربك فارغب. فيجب أن تتوكل على الله، تسلم الأمر لله. ثم العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ الصدقة، أعمال البر، مساعدة الآخرين، الصلاة، تدبر القرآن، الإحسان للجيران، للأهل،
للأقرباء، الإحسان للناس، وقولوا للناس حسنا، لكل الناس حتى من تختلف معه في العقيدة أو في الجنسية أو في البلد أو في أي شيء آخر، وقولوا للناس حسنا. يجب أن تعامل الناس بالحسنى وتقول لهم كلام حسن، وتحاول أن تكون إنسان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يؤذي أحدا، حتى الذين آذوه من اليهود كان يحسن إليهم ويزورهم ولا يتكلم إلا أطيب الكلام معهم، لأن الكلمة الطيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، التوكل على الله، العمل الصالح، الصبر، 3. 4. الاستعداد للقاء الله، أن يكون همك هو لقاء الله، يعني يكون هم لديك، تفكر قبل أن تنام تقول كيف سألقى الله، ماذا سأقول لله عز وجل، هذا الإله العظيم، إله الكون الذي خلقني ورزقني، كيف سأرى الله عز وجل، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله أعلى شيء يمكن أن يعيشه المؤمن، هو أن يرى الله سبحانه وتعالى. أعلى نعيم وأعلى لذة ومنتهى السعادة أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالاستعداد للقاء الله يجب أن يكون هو همك الأول والأخير. إذا كان همك لقاء الله، إذا كان همك لقاء الله عز وجل، ستشعر بسعادة كبيرة في الدنيا. لماذا أخي الحبيب؟ لأن الهموم ستختفي، الهموم ستزول، أصبحت هموم الدنيا تافهة. لماذا؟ لأنك ستغادر. يعني تخيل حالك ذهبت في رحلة لمدة نصف يوم، هل ستحمل هم إذا صادفتك مصاعب؟ ستحمل الهم وكذا؟ لا، لأنك ستعود إلى منزلك، وبالتالي مهما صادفك من صعوبات لن تكترث. الدنيا هكذا، لن تكترث بهذه الدنيا، لأنك ستعود إلى الله عز وجل، وإلى الله المصير، وإلى الله ترجع الأمور. إذن أخي الحبيب، يعني رجاء، هذه إجراءات ممتازة جدا، تريح النفس، تذهب عنك القلق والخوف، أن تتوكل على الله، أن تعمل أعمال صالحة قدر ما تستطيع، ولا تضيع وقتا في كلام فارغ، أو في اجعل وقتك كله بالعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يكون همك إرضاء الله عز وجل، أن تكون من الصابرين، لأن الصبر علاج لكثير من الأمراض، أن تفكر دائما بلقاء الله وتستعد للقاء الله. هذه 4 أشياء، طبعا هناك أشياء كثيرة، ولكن هذه تحدثنا عنها اليوم. في لقاء قادم إن شاء الله سنتابع هذا الاستعداد للكوارث المحتملة، وسنتابع سنستعرض بعض أحاديث النبي المهمة جدا أيها الأحبة، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان المؤمن ليعيش هذه الحياة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يرجو لقاء الله، وممن قال الله فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.